نعم، انطلقت المسيرة الخضراء قبل أقل من 10 دقائق من الآن، الساعة 1 بالتوقيت، توقيت الرياض وتوقيت الدوحة، وكما نشاهد الأخضر في كل مكان، وهناك حماس وهناك جمهور كبير يستعد لهذه المباراة التي ستقام هنا في هذا استاد مدينة المدينة الإعلامية أو إديوكيشن سيتي هنا في الدوحة، والتي ستنطلق وبين بولندا والسعودية طبعا، وهناك حماس كبير. الكثير، إذا أخذنا الكاميرا، سي اون بي بروند لا كاميرا لوت كوتي، ممكن نشوف كيف هو الحماس وكيف هو الجمهور، والجمهور دائما هنا مستعد. يعني ما توقعت أحمد أن يوصلوا إلى منطقة استاد قبل 3 ساعات من قيام المباراة، ولكنهم ما زالوا متحمسين. شكرا، هذا العلم السعودي وهم دائما متحمسون. خلينا نسأل إذا كان معنا مجال. أحمد الشغجمي، من أي منطقة أنت جاي؟ أنا من الرياض. إيش متى وصلت على الدوحة؟ اليوم. اليوم يعني طلعت صباحا عن طريق معبر سلوى ولا عن طريق الطائرة؟ سلوى. عن طريق معبر سلوى. الكثير على فكرة أحمد وصلوا إلى هذه المنطقة، نعم، إلى هذا استاد تحديدا من معبر سلوى. هناك حشود على هذا المعبر التي تستمر الوفود أو المشجعين السعوديون يصلون إلى هذه المنطقة، وشاهدنا يعني الحماس والفرح في وجوههم. انظروا إلى هذا الشاب، شو اسمك؟ حسن من جدة. حسن من جدة، أنت كيف وصلت؟ أنا جيت والله عن طريق الطيران. متى؟ صباح مباراة الأرجنتين، نعم، أول مباراة الحمد لله كان فال خير طبعا. واليوم إن شاء الله بإذن الله اليوم إن شاء الله. أوكي، إذا سألنا شخص آخر، شو توقعاتكم؟ دائما كم العدد؟ كلمة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، استمتعوا، ما عندنا خسارة، نحن دائما قدام، واليوم نحن بملحمة عربية إسلامية قوية بعيد عن كل أنواع كرة القدم. اليوم نعيش أسرة واحدة، بعد فوز السعودية اكتشفنا أن العرب والمسلمين قلب واحد، وإن شاء الله قدام وقدام. ولكن شكرا أحمد، عفوا، نشاهد كذلك أن الفوز، الكثير منهم تحدث عن فوز عربي في أرض عربية، وهذا مهم جدا، وهناك الحماس الكبير من الشباب الذين أتوا من جميع مناطق المملكة، من جميع الطرق، يعني ليس فقط عن طريق مطار حمد ولكن عن طريق معبر سلوى، وهناك مناطق أخرى من المنطقة الشرقية. شاهدنا أشخاص قبل قليل، يعني إذا برضو بعرفش إذا قد معنا وقت أحمد، ولكن نعم تفضل لديك الزمن. من الأحساء ومن مدينة الملاح تحديدا، وصلت أول أمس. نعم، وكيف شايف الأجواء؟ الأجواء رائعة صراحة، والتنظيم رائع، وكل شيء في البطولة رائع صراحة. توقعاتي 1-0 للسعودية، وبإذن الله فرح تأهل اليوم. هذه التوقعات هنا، وما زال يعني من جميع الأعمار. إذا شفنا هذا الطفل جوليان، جسيك سي با فاسيل مي سي اون بي بروند سيت انفون. شو اسمك عمو؟ عمر. عمر، من وين جاي أنت؟ من الخبر. متى وصلت من الخبر؟ اليوم الصباح. يعني صحيت بكير بشان تكون موجود في المباراة، صح؟ أكيد. شو توقعاتك اليوم؟ 2-1 للسعودية، إيه؟ وبقلد معلق. قلد معلق، يلا. بقلد فهد عتيبي. تفضل. هذه كرة جابي لها ياسر الشهباني، ياسر الشهباني لسالم الدوسري، سالم الدوسري عرضية، يا صالح، صالح الشهري عرضية، بس الله يا صالح، بوم. يعني هذه الأجواء عندنا، وطبعاً بعد ما إحنا وصلنا قبل ساعات كمان مرة أحمد على الدوحة، ولكن كما نشاهد يعني الحماس، الفرح بعيون المشجعين، وكلهم يريدون طبعاً يتكلمون عن السعودية ويتكلمون عن المنتخب الأخضر. وهذا الشاب طبعاً إيش مكتوب على على على, على اللي هنا الصقر هذا؟ نعم. واليوم عندنا صقر في الملعب، عندنا في الملعب في صقر. طبعاً نشكر سمو ولي العهد محمد بن سلمان على تخفيف الحمل، والكلمة اللي أثرت باللعيبة، كلمة يعني كلمتين بسيطة خففت عليهم شيء كبير. نعم الحمد لله. وأحمد إذا شاهدنا برضو الكأس موجود، سعودي جوالي باي. أهلا وسهلا، بإذن الواحد الأحد متأهلين إن شاء الله، بإذن الواحد الأحد اليوم مباراة التأهل، بإذن الواحد الأحد اليوم مباراة التأهل، تأهل دور ثاني كأس العالم. وحتى إذا أخذنا الكاميرا مع جوليان، بعرف إنه مش سهل، ولكن إذا أخذنا مناطق تانية طبعاً الهتافات لم تتوقف، يعني شاهدنا وفود يعني كثيرة، وما زالت الحافلات تصل. إذا شاهدنا في عمق الصورة لبيس، ممكن نشوف إنه الحافلات تصل إلى هذه المنطقة وهم في طريقهم إلى استاد. تخيل، لم أتوقع أحمد بصراحة أن تصل هذه الحشود بهذه الكميات أو هذا العدد من الأشخاص. نعم.
مبكرا الى نتابع معك كل ذلك الحماس ليث. ونتمنى طبعا التوفيق للمنتخب السعودي وان تكون الفرحه دائما سعوديه وعربيه. سنكتفي بهذا القدر. شكرا لك من الدوحه، كنت معنا موفد العربيه ليث بزاري. تحياتي ليث ولجميع مرافقيك. شكرا.